بدي كيس جرجير من أشتال، كوب بصل مقطع، بدنا ربع كوب من السماق، بدنا كوب من البندورة الكرزية، وبدنا كمان ربع كوب زيت وربع كوب عصير ليمون أو خل، بدنا شوية من الخردل وملح وفلفل. منجيب يا سمير على جنب، منجيب لنا شوية بصل قطع شرحات حلو رفيعة، ومنضيف عليه يا سمير، منضيف عليه هالسماق، يعني عليك هالسماق يا سمير هالشكل، طلع هيك، وبنفرك هالبصلات مع ايش؟ مع هالسماقات يا سمير. طلع شوف يا سمير، حلو، بصل مقطع هيك مرتب، تمام. وبعدين باخذ البصلات يا سمير وبحطهن على الجرجيرات، نرمي وين؟ على الجرجيرات يا سمير. الله. شايف يا سمير؟ الله. طلع الله. ببساطة كل وضع، كل الوضع يعني وعلى الكيف. على الكيف شايف يا سمير؟ شوف 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 كيف. اوكي، بعديها شو بنجيب يا سمير؟ رايحين نجيب البندورة الكرزية المقطعة، هيها هيا. ايوه يا سمير، بناخذ البندورة كمان وبنصير يا سمير الله. نوزع هيك حواليها، يعني عليك شايف يا سمير؟ يعني هذا الطبق السلطة اللي صحي صحي وحلو، بس شوفوا واخضر، هذا بتسووه قبل الافطار مباشره، يعني ما يعني سووه تحطوه على سفره الافطار. ايوه، لانه الجرجير راح يروح. صح، بنجيبها مرتبان يا اللي فيه زيت صديق. الزيتون، ايوه، بنحط عليه ايش يا سمير؟ عصير هالليمون. يا الله حلو. اوكي تمام، وبعدين بنجيب لنا ملعقه صغيره هيك، وبناخذ هالخردلات برضه فيهن. ايوه صح بالضبط يا سمير، وبدنا نحط لنا شوية ملح يا سمير هون. يلا هون يا حبيبي يا سمير، هاي شوية ملح، بسم الله، نسكر يا سمير وفشغل لك. يلا يا سمير، فشغل لي، فشغل لك يا سمير، من أحلى الدريسينج اللي ممكن تتخيلوه لهالسلطة.